كمان في بوست كاتبه الصحفي محمد الخولي ان نصف العاملين في قناة الحياة تم اعفائهم من وظائفهم. ده الكلام احنا بننقله اهو، محمد الخولي اهو، ولا نعرفه ولا نقلناه بيه، بيقول نص العاملين في قناة الحياة النهاردة تم اعفائهم من وظائفهم. طابور طويل للميديا في تصفية العمالة وغلق القنوات. وكنا جبنا لكم من كام اسبوع كده مقال للاستاذ عمر الدين حسين بيقول يا جماعة الناس دي هتاكل عيش منين؟ دي بيوت. بصرف النظر حد هيطلع دلوقتي يقول لي دول كانوا مع وضد والحاجات، دول بيوت، يعني كل عامل من دول ورا بيت. يعني عامل بيشتغل في قناة الحياة، انا ماليش علاقة، هو مختلف معايا سياسيا، هو حر، وهي كده الدنيا. انما هل ترضى بانه يتخرب بيته؟ عماد حسين كان بيتكلم قبل الخبر ده، ده النهارده فصلوهم النهارده حسب محمد الخولي. لكن عماد حسين كان بيتكلم من اسبوعين بيقول يا جماعه الناس اللي بتطلع من القنوات دي انتوا ما بتفكروش دول هيروحوا فين؟ دول قعدوا في البيوت، بيوت مفتوحه فيها مدارس وفيها يعني حياه كامله. لما تقول لواحد مع السلامه بجاره قلم كده انت قعدت. وبعدين